البداية مع اختيار المخرج اليمني عمرو جمال كأول مخرج من اليمن ضمن قائمة 101 للأكثر تأثيرا في صناعة السينما العربية. هذه القائمة يطلقها مركز السينما العربية سنويا على هامش مهرجان كان السينمائي. المخرج عمرو جمال له العديد من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات، وشارك بأفلام سينمائية في عدد من المهرجانات الدولية، آخرها كان فيلم المرهقون، وهو عمل سينمائي واقعي يتحدث عن الحالة المعيشية الصعبة التي تعيشها الأسر في مدينة عدن وفي اليمن بشكل عام في ظل الوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد.